هذا اليوم ولله الحمد هو انطلاقة جديدة للمنظمة. تنطلق المنظمة لسببين، السبب الأول أنها أطلقت بأن هذا العام هو عام المرأة، عام 2021، تقديرا وتعزيزا لمكانة المرأة ودورها الريادي الذي اطلعت في عام 2020 للحد من جائحة كورونا. فالمرأة كانت في الصفوف الأمامية في المجال الصحي وفي المجال التعليمي وغير ذلك، ولكن ما جعل من هذه الانطلاقة رائعة وجميلة بأنها حظيت برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وهذا شرف كبير جدا للمنظمة بأن يرعى جلالة الملك احتفاليات وبرامج المنظمة خلال هذا العام. هناك محاور كثيرة جدا سأتطرق لأربعة منها. الأول سنقيم عدد من المؤتمرات والندوات التي تخص المرأة في جوانب كثيرة، ولكن نركز على اختصاصات المنظمة في التعليم والعلوم والثقافة والبيئة والاتصال. أيضا هناك محور آخر وهو محور الجوائز، وهناك محور آخر محور المبادرات. بعض الشابات وبعض النساء المبادرات ستدعم المنظمة هؤلاء الشابات بشكل كبير جدا. نركز أيضا على مجموعة أخرى، ولكن سنعمل أيضا بشكل كبير جدا على أن نخلق أن نجعل المنظمة بيئة جاذبة لعمل المرأة، بإعطاء المرأة حقها في العمل ونصيبها الكافي من أجل تكافؤ الفرص وعدم التمييز إن شاء الله. سنكون داعمين للمرأة في العالم الإسلامي، وسنتواصل مع دول العالم الإسلامي عن طريق اللجان الوطنية لدعم أي مشاريع وأي أنشطة في هذا العام من أجل المرأة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.